السلام عليكم، كيف ما وعدتكم غادي نحضر معكم لي برجر او الساندويتشات اللي كنت دوزت معكم في الفيديو في فيديو سابق. اليوم انا عند وعدي هو لي برجر او الساندويتشات ديالي غادي نحضرهم معكم، كيجيو خفاف بنان ما تستغناوش عليهم. من بعد غادي تبقاو ديما تحضروهم كيف كندير انا. وقت ما كملت عندي كميه كنعاود نصوب كميه اخرى. غادي نحتاجهم كذلك الغداء ديال وليداتنا في المدرسه، هاد دخول المدرسه ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير، وكذلك الخرجات ديالنا، وكذلك الموظفين اللي يدوهم معاهم العمل ديالهم. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل ديال هاد الساندويتشات والطريقه ديالهم. كيف ما وعدتكم اليوم غادي ندير معكم الخبيزات ديال لي برجر اللي درت في الفيديو السابق ديال البرجر اللي بالدجاج. اليوم غادي ندير معكم الخبيزات. انا كيف قلت لكم ديما كندير كميه كبيره حيت كيكون عليه الاقبال والدراري كيقضي لهم الغرض. عندي هنا كيلو ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر سنيده، 20 غرام ديال الخميره الفوريه، 20 غرام ديال الملحه، جوج خمارات ما يعادل 16 غرام. عندي 100 غرام ديال الزبده او تقدروا تعوضوها بالزيت، ممكن تخدموا حتى بالزيت. 4 البيضات، وعندي هنايا الحليب اللي هو 400 مليليتر او 400 غرام. الطريقه ديال الخدمه ديال هاد لي برجر حتى هي سهله، ولكن تبعوا المراحل كيف غادي نخدمهم انا. هاد لي برجر كيبغيو تخدموا في الماكينه. عندي هنا الباسينه ديال الباتور، كان ندير الدقيق اللي هو كيلو، نزيد عليه سكر سنيده 100 غرام، 20 غرام ديال الملحه، الخميره الفوريه اللي هي 20 غرام، كندير فيه الخميره الكيماويه ضروري كتهشش اللي هي 16 غرام، نزيد البيض، 4 البيضات، الزبده ما غاديش نديرها دابا، غادي نخليها حتى لمرحله اخرى. غادي نزيد الحليب اللي هو 400 غرام، وعندي واحد اللمسه كنديرها عندكم فيها الاختيار، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، وهو المحسن ديال الفينوازغي ديال البريوش. حيت المحسن كاين نوعان، كاين ديال الخبز وكاين ديال الفينوازغي ود البريوش. غادي ندير جوج غرام او نص معلقه صغيره. ديما العجينه كنستعملوا فيها الكروشي، سرعة أولى نخليو العجينة حتى تجمع، عاد غادي نزيدو الزبدة. العجين ديالنا تجمعات، شتو دابا غادي نزيد الزبدة نشوف بعدا القوام ديالها. شتو القوام مزيان هاكا خصو يكون شاد. غادي نزيد الزبدة قطعة بقطعة بشوية بشوية وهي خدامة. دابا غادي ندير سرعه ثانيه ونخلي العجينه تخدم 5 دقائق كامله. غادي نوري لكم العجين كيفاش غادي تكون مطاطيه وشفافه وما كتقطعش. انتما شوفوا شفتوا العجين كي ولات، ولكن مازال ما كملت 5 دقائق. انا بغيت هاد ما تبقاش لاصقه من التحت، تنقى لي الباسينه من الجناب. يلا نخليها تكمل الخدمه ونرجع لكم. صافي العجينه ديالي تخدمات مزيان، هانتوما شفتوا ما بقاتش لاصقه بزاف من الجناب، شي طبيعي. هانتوما قاصحه خاصها تكون ما كتجرش ما كتقطعش دغيا، ملي كتجروها هانتوما شفتوا كي كتبقى شاده. غادي نجمعها العجين، ها هي غادي نحيدها من الجناب. خاص العجينه ملي نهزوها تهز لينا طرف واحد. نعم باقي شاده ليا في الباسينه،
نتوما تهزات طرف واحد، انتوما حتى القوام ديالها شوفوا كي دايره هاكا، خصها تكون مخدومه ما كتقطعش دغيا وكتكون مطاطيه هكا باش كنعرفوا بلي العجينه ديالنا تخدمات مزيان. داكشي اللي عجينه يخرج مفشفش ومطاطي. شوف دابا غادي نديرها في الكسيعه، غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر على خاطرها، نخليها ساعه د المكانه ونرجع لكم. العجين ديالي هي دوزت ساعه د المكانه، شفتوا كي خمرات. دابا غادي نقطع فيها كويرات عبر 100 غرام، حيت بالنسبه للساندويتشات خصهم يكونوا شويه كبار. نقطعوا العجين ديالنا بلا ما نطفيها بزاف، غادي نقطع كويرات بلا ما نطفيها. هانتوما راه ملي نهار تجربوا هاد الوصفه راه ما تبقاوش تشرو لي برجر مازال ديال السوق، هادو راه كيجيو حسان من ديال السوق، كيجيو عرفتوا شنو درتو فيهم وكيجيو مفتشين و تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد. وقت ما احتاجوا وليداتكم ساندويتشات او نتوما نيت تحضروهم بالخف، انا غادي نعبر فيهم 100 غرام. هما جاو 100 غرام نيشان، حيت ملي كيخمروا راه كيزاد الحجم ديالهم. ونرجع ليكم قبل ما نحطها في البلاكه كنسرحها هو الاول، ما نرققهاش بزاف وما نسرحوها بحال القياس ديال الخبيزات باش ما تجيناش غليظه بزاف الخبيزات ما يجيو او لي برجر ما يجيوناش غلط بزاف، ما تكونش فيهم اللبابه. كملهم بهاد الطريقه ونرجع لكم. الخبيزات ديالي ها هما كملوا سرحتهم، غادي نخليهم يخمروا تقريبا ساعه د المكانه عاد نرجع لهم نكمل لهم لا فينيسيون. هاد العجين ديال كيلو غادي يخرج لينا بين 18 و 20 بياسه على حسب القطع ديال العجين. يلاه من بعد ما يخمروا نرجع لكم. لي برجر ديالنا هما خمروا، غادي ندهنهم بالبيض، هذه بيضه شويه ديال الملحه وكنزيد لها شويه ديال الحليب. وندهن الخبيزات ديالي او لي برجر ديالي ندهنو بالبيض مزيان. الفران كنسخنو على 160 باش يطيبو ويتحمرو مزيان، 160 حتى 170 الماكسيموم، باش ما خليت هاد الخبيزات تخمرو مزيان. شوفو على حسب الجو، ساعة ساعة ونص لي خدكم باش يخمرو هاد لي برجر أو لي ساندويتشات ديالنا. وندردرو عليهم شوية الزنجلان باش يكونو بحال لي ساندويتش أو لي برجر ديال الزنقة، هادو راه حسان ديال الزنقة، إلا مشيتو حتى جربتوهم راه ما تبقاش تستغناو عليهم. يلا نسخن دابا الفران على 160 درجة وندخل الساندويتشات ديالي يطيبو تقريبا 20 حتى 25 دقيقة. لي برجر ديالي هاهما من بعد ما دوزوا 20 دقيقة على 160 هانتوما تحمروا وخفاف خفاف خفاف سخان باقي طابو
كيشهيو كيشهيو. ندوزو للتقديم، لي برغر ديالنا هما واجدين. شوفو ها نتوما كيجيو بحال البونش، خفاف بنان، صوبتوهم على يديكم كيجيو رائعين، ما غاديش تستغناو عليهم. الا جربتوهم غتبقى يبقاو ديما معتمدين عندكم. ها نتوما شوفو كي دايرين، ها خفاف. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصل الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم. بالصحه والراحه.